في فرع جديد بيتعمل في تجمع. طب والبنيه التحتيه بتاعته خلصت تحت الحمد لله بالكامل. هنروح له لان ده كمان مهم جدا في ده هيدر ان شاء الله مبالغ برضو على المستوى التسويقي رائعه. وكنا متابعين المشروع ده دكتور من فتره واحنا عرفنا فعلا يمكن المرحله الاولى تقريبا 85% منها انتهت وفي شهر 6 اعتقد شهر 6 هيتم افتتاحها يعني. ان شاء الله يا كابتن هاني يعني احنا البنيه التحتيه بالكامل خلصت بالكامل لكامل الارض بقى مش حتى المرحله الاولى لكامل الارض اللي هي ال 50 فدان كلها خلصت. بتتكلم دلوقتي في ان انت شغال على المرحله الاولى اللي هي حوالي 30 فدان من ال 50 ده هيبقى فيهم طبعا مبنى اجتماعي وهيبقى فيهم مبنى اداري وهيبقى فيهم ملاعب الاكاديميات وملاعب خماسي ويعني تخدم الاعضاء يعني. والمرحله دي باذن الله زي ما انت قلت يعني ان شاء الله شهر 6 البلان ان احنا نكون يعني يكون تم الانتهاء منه. بدانا المرحله الاولى وهيبقى في مرحله ثانيه طبعا كمان في التجمع الخامس يعني بحيث يبقى نادي متكامل في كل حاجه يعني. فده طبعا برضو من الحاجات اللي يعني وده استكمالا للتجمع للانجازات المجالس كلها. بص كمان احنا عايزين كل امان يعني طبعا لسه في كمان كلام عندنا كتير لكن في كانت نقطه موقفاني جدا رغم الظروف الصعبه اللي العالم كله بيمر بيها وازمات على مستوى الانديه على مستوى العالم كله لكن بصراحه النادي الاهلي هو النادي اعتقد الوحيد في العالم اللي يمكن ما خصمش من العمال او جه على العمال صحيح. او قلل مثلا عقود اللعيبه او صحيح. كل ده يحسب لان انت كنت واقف على ارض صلبه يعني اعتقد ده من الانجازات المهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. الحمد لله كابتن فعلا دي في ظل الظروف الصعبه بتاعه الكورونا في انديه عالميه قللت مرتبات اللاعبين والرياضيين والعاملين في الانديه ده كتير حضرتك يعني مطلع على الانديه بره كلها وعارف ده. النادي الاهلي الحمد لله ما جيناش على اي عقد لاي لاعب او لاعيبه في النادي او اي حد من الموظفين. كان عندنا اصلا في يعني لمساس يعني بالموظفين والعاملين في النادي يعني احنا حتى ما كانتش ايه في الاوبشنز بالنسبه لنا. ما كانش في فكره اصلا يعني ما كانش في فكره اصلا ان احنا نقلل من الموظفين او العمال او خالص. وعلى فكره ولو يعني كنتوا عملتوا كده ما كانش يعني المفروض يعني ما كانش حد ممكن يتكلم قوي لان الدنيا كانت على الكل يعني. بص يا سامي يعني انا برضو يعني استغل برضو النقطه دي ان انا يعني اوجه فيها الشكر زي ما وجهت الشكر للمهندس سامح لكل يعني المنظومه دي او الانشاءات دي لما بتخرج او بتطلع غير انه عمل مجلس اداره يعني ده زي ما بقول لك كله بيبقى متداخل يعني حتى احنا كلنا بنعمل مع بعض يعني جهه واحده ما فيش حاجه اسمها مثلا ده مسؤول عن ده وده مسؤول عن ده لا كلنا بنشتغل مع بعض مفيش ملفات منفصل عن بعض لا احنا كلنا مجلس اداره بنشتغل مع بعض في كل حاجه في كل الملفات كله بيفيد وكله بيقول وجهه نظره وكله يعني والحمد لله المجلس فيه من الخبرات الناس الكبار اللي تقول ده وفيه من الناس الشباب الكوادر المميزه جدا برضو اللي تقول ده